من 30 سنة في دولة من الدول لم يكن فيها إلا مسلم واحد، وهذا المسلم انتشر الإسلام على إيده. هذه الدولة كان فيها مسلمين، لكن هؤلاء المسلمون كانوا من أهل الهجرة ومغتربين، وكانوا مشغولين في التجارة والرزق وبناء البيت، فما كانوا يعرفون من الإسلام إلا اسمه فقط، ولا من القرآن إلا رسمه. هذا المسلم بدأ الدعوة في تلك الدولة. تعرفون كيف بدأ الدعوة؟ بدأ يتعرف على الجالية الموجودة، أنها إذا مات الميت عندهم يسألون كيف يستقبلون القبلة حتى يدفنون فقط، هذا الذي يعرفونه من الإسلام. ففكر هذا الرجل أن يؤلف كتيب عن صلاة الجنازة وبلغة القوم، وبدأ ينشر الكتيب. انتشر هذا الكتيب كانتشار القرآن اليوم عند المسلمين. بشيء عجيب يقول لي هذا الرجل، وأنا جلست معه جلسة طويلة، يقول لي: والله يا أبو محمد ما تتخيل الناس اللي بدأوا يرجعوا لي ويسألوني، والحمد لله مبشرك بخير، بدأ ينتشر الإسلام على كتيب صلاة الجنازة، وكثر الإسلام إلى أن بنينا مركز ومدرسة ومسجد. وهذه كانت في البدايات، هذا الكلام من 25 سنة تقريبا. يقول: وعيننا إمام يصلي فينا جماعة. ذاك اليوم وأنا في المسجد وإذا بأربع فتيات يدخلن المسجد، وتعرفون طبعا أنتم في الأرجنتين أربع بنات يعني شلابسين، ما هم مثل نسائنا، وإنما بنات من تربية الأرجنتين، فدخلوا بقمصان قصيرة وبشورتات قصيرة، فقالوا حابين نصلي. يقول أمام عيني الإمام طردهم، قال لهم: يلا 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 برا برا، ايش تصلون؟ تصلون بهاللبس؟ استحوا على وجوهكم، وين الحجاب وين لبس الصلاة؟ يقول: فأنا على طول تدخلت وقلت لهم: تعالوا يا بناتي صلوا معنا. يقول الإمام عصب علي، قال لي: شوف إذا تبيهم يصلون أنت صل إمام، أنا ما صلي إمام. يقول: كان أقول له: حاضر تفضل ارجع وأنا أصلي إمام. يقول: وتقدمت وصليت إمام، وقلت حق البنات الأربع: تعالوا صلوا ورانا. ومرت الأيام وبدأوا هالبنات يرتادون على المسجد، إلى أن انتشرت الدعوة وانتشر الإسلام. تعرفون اليوم كم مسلم في الأرجنتين؟ 1,000,000 مسلم. السؤال الأعظم: تعرفون من هو في قيادة العمل النسائي الإسلامي في الأرجنتين؟ الأربع بنات. فشوفوا معي فقه الدعوة، كيف الإنسان يتعامل مع الناس، كيف يحبب الإسلام لهم. الآن ما نفتي به هنا في بلدنا يختلف عما نفتي به في مصر. الإمام الشافعي كان هكذا، عندما كان في العراق له مدرسة، وعندما ذهب إلى مصر له مدرسة أخرى بالفتوى، وما بين العراق ومصر 4 ساعات بالطيارة. فكيف ببلد مثل الأرجنتين بيننا وبينها 32 ساعة بالطيارة؟ تريدون نفس الفتوى ونفس الفقه؟ القضية مختلفة، القضية لها حساب ولها زمن ولها وقت. ولذلك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اقبل وحببهم في الإسلام، اقبل من هذا ربع، واقبل من هذا نص، واقبل من هذا 3/4. أما إذا احنا في الدعوة إلى الله نريد كل المسلمين 100 100، والله يعني راح يكثر علينا أبو علي والأربعين حرامية على قولتهم. لا، مو صحيح، نقبل من هذا كل شيء. ولذلك كما روي في الروايات أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أشرب الخمر وأسرق وأكذب، لكن أنا أتنازل عن واحدة. إذن بالحكمة واللين والرفق نستطيع أن نحقق الكثير. نقطة ومن أول السطر.